كلمتي تفضل. السلام عليكم أستاذ شاهين. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنا سعاد من مدينة مراكش. المهم أنا كنت غادي نهضر على العموم، ولو أنني يعني صمت للناس نطلع عليهم أسماء اللي هي من الجروب ديالي والأخت فاطمة ما شاء الله عليهم، وانا يعني هما شفتهم يعني تبارك الله زعمو ومشاو، وخاصة الأخت فاطمة يعني مشات بعيد المشروع ديالها اللي كيداتو غير باللعب يعني ومشات فيه بعيد، يعني كان فيه نجاح ولو كانوا فيه صعوبات، ولكن بالنسبة لي أنا يعني أنا التجربة اللي بغيت نعاود عليها هي كانت في الحقيقة هي تجربة فاشلة. تجربة فاشلة اللي كنت أنا تعرضت ليها. بالنسبة لي أنا أستاذ كنت بقيت بزاف خدم هذا، بغيت يعني نزيد نطور من راسي، بغيت نزيد نتعلم أكثر، وقلت علاش لا أنا اتجهت أني نمشي عند خياط باش نتعلم عنده، وإذا بي يعني كنصطدم أنني هلا ديكالي تخربقت ما بين داكشي اللي أنا تعلمته والحوايج اللي خديت اكتسبتهم من عند الأستاذة ديالي اللي كنت كنتعلم عندها والخياط اللي الخياطه اللي كنت كنتعلم عندها، وما كانش حتى ديك القضيه ديال انني يعني ناخذ الحوايج اللي انا بغيتهم، الحوايج اللي انا بغيت نزيد نتعلمهم، يعني ما كانش داك الضمير المهني يعني باش يقتل واحد الحوايج اللي انت بغيت تمشي بهم بعيد تعرفهم وتزيد تطور من عقلك، يعني هذا الشيء كله دار لي عثرات في المسار ديالي، خلاني نوقف الثقه في راسي، و يعني صافي ما بقيتش يعني كانت الكوتاكوت في المعلومات، يعني استاذ كان الكوتاكوت في المعلومات، يعني ما قدرتش ان نواكب صافي، وحبست هذيك القضيه ديال انني راه ممكن يعني انني ندخل يعني لذاك المجال ديال الخياطه، نعرف كيفاش هما كيخدموا كيفاش نتحرك مع الخياطه، ولكن ما طاحش مع شي خياطه اللي زعما اللي كتخدم بضامير، وهذا يعني كانت شحاحه في المعلومات يعني باش نشوف غير الصالة وهذا ما قدرتش ندير، ولكن الحمد لله أنا ملي جلست مع راسي وبقيت كنهضر مع راسي كنقول شي بغيت نعرف أشنا هو الخطأ، شي حاجة غادية فيها ما هياش، أشنا هو اللي حابسني على أنني نطور من راسي، وأنني بغيت أنا نتشهر، ولكن كنقول باقي ما عنديش الميكانيزم، ما عنديش أنا الآليات أنا باش نخرج نواجه ونهضر يعني ونهضر على راسي. يعني فاش بقيت كنقول دابا انا كنخدم في الدار، يعني كنخدم في الدار، الكليان اللي جا عندي ما كيعاودش يرجع عندي مره اخرى، يعني خديت واحد المره ما كيعاودش يرجع، ولو انه كيشتغل في بيتا انا ما عرفتش، كنبقى كنضارب مع راسي كنتسائل مع راسي، ما عرفتش شنو هو المشكل، منين هذا المشكل، كنقول ربما ما عنديش الجوده، مثلا ما كيرجعش ليا هذا الكليان، اذا عندي مشكل في انا ما مكلاش من سميتو هو ديالي. يا باش دخلت الانترنت وصنقلب اشنو ممكن اشنو خاصني ندير باش، وما كاينش هذيك الثقه في الناس، والحمد لله ان ربي حطك قدامنا استاذ قدام طريقنا، يعني باش وليت يعني بعد اول حاجه الثقه في الناس كيما قالت اخت اسماء، يعني ولينا كنشوف الموبايل وكندرسو، يعني الحوايج اللي كنا يلاه يعني ما كانش داك التوجيهيد عندنا بحال دابا، يعني كان داك الفكر ديالنا كان محدود مكسور، دابا ولينا كنشوفو بعيد، مرا بعيدة، ولا هاديك الثقة في النفس، يعني كتقول نقدر أنا تنخيط، أنا كندير هادي، أنا ممكن ندير هادي، يعني أستاذ أنا هادي أنا واخا خلطت الأمور، ولكن هادشي كنخصني ضروري نخرجو من عندي ونقولو، ولو أني باقي داك الإرتباك ديال كيفاش أني ممكن نتشهر، هو ضروري خاصني نزيد نتعلم، خاصني ضروري نزيد نعرف ونكتشف شي حوايج وندير دوك فورماسيون باش نزيد يعني انا بغيت نهضر نعرف عندي باش نهضر فهمتي يا استاذ، المهم هادشي اللي واخا فهمتي، واخا واحد الحاجه اللي عجبتني فيك، لانه هاد الحوارات انا ما عرفتش بعدا واش عجبوكم